يلا علي. تعال نقعد هون. شو بدك تقول؟ هاد مو ذنبك انت علي. ما عم بفهم ليش الناس ما بيصدقوا الشي المنيح؟ لأنهم بيخافوا إنه يتعرضوا لخيبة أمل. إنك تصدق كل شي من كل قلبك بعد تشوف إنه هالشي ما صار رح تتعذب كتير. بس ما بصيروا أتعس إذا ما صدقوا بنوب؟ أي ممكن. أحيانا ما بيكون بإيدنا منرجع منصدق مرة تانية رغم إنه منعرف إنه ما رح تصير. طبعا هي ما بتصير ومنرجع منعيش هالكابوس. بس لو كان في شي بينعمل مشان السيد رحمي كان ديمير عمله أكيد. الذنب ما نو ذنبك علي. أنا كتير زعلان. ليك خلينا نفكر سوا. السيد رحمي قال انه هو كان وحيد مو هيك؟ بس هو ما مات لحاله. مات وهو بيعرف انه كان في حدا معه عم بيساعده. يعني بفضلك انت يا علي. هو مات مبسوط. نازلي انت هيك دائما بتساعديني وبتوقفي جنبي. بس عم جيب نتيجه؟ لا انا هلا زعلان اكثر من الاول. اي طيب بس رح ضل هون. علي كيفك؟ شو عندك المسا؟ أنا بنام بالعادة. ما بتنامي؟ ايه علي خلاص. سمعت أصوات مبارح ما فهمت شو صار. أنت منيح؟ كانت الحنفية عم تنقط. حنفية شو؟ عن جد؟ كل يلي صار مشان حنفية؟ أنا ما بتحمل أي شي مخرب. سيد علي مرحبا. فيني احكي معك شوي لو سمحت؟ بخاطرك لكان رح روح باي. تفضل. علي أنا كنت عم دور عليك. قرار الهيئة رح يطلع. يلا حضر حالك. شو الموضوع؟ موضوع التواصل ما نجح معي. شو؟ بالعكس برأيي كنت ممتاز. بس ما زبط معي شي. ما عم بفهم العالم. ما بدهم وجودي. شو يلي ما عم تفهم؟ أخي كان يقول لي شي، إذا آمنت بالمعجزة بتتحقق، ما تحققت. يا علي، رح أفتح، اطلع لا تخاف، إيه رح أفتح. يا الله بكفي. طلع من هون بقى يا ولد.
بعده بعده. علي ليش اجيت لهون يا ولد؟ قلي لشوف وين اهلك؟ هن ما رح يجوا انسى، انا اجيت لحتى طالع علي، وينه؟ لك شفت شو عمل اخوك؟ احمد اخوك قفل على حاله الخزانه، عم حاول طالعه بس عم يقيم لي قيامي، عم يصرخ ويعيط مثل المجانين. انا ما عاد اتحمل. انسى انا بطالعه. احمد حبيبي انت طفل صغير، هو ما رح يرد عليك. روح نادي لأبوك وأمك، هالشغلات ما بتعنيك. علي ما بيقدر يدرس. بحطوه بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة. علي ما في ضل هنيك ولا هون عم يقدر يضل. انتو مو عارفانين تعاملوه، هو مثلنا، ليش ما عم تصدقوه؟ هو بيفهم وعم يتأثر بهالكلام. حبيبي أخوك ما بيقدر يستوعب أي شيء، الولد مريض، مستحيل يدرس بمدارس الأولاد العاديين، مو هيك حضرة المدير؟ كلامك مزبوط، ما بيقدر. ليكو أنا بوعدكن خلوه بالمدرسة وأنا بخليه يدرس، وإذا اضطريت بالاستراحات رح ساعده فهمه كل شي لو سمحتوا. حبيبي إذا من الخزانة ما عم نقدر نطالعه، أي دراسة هاي؟ هذا الشي مانو ممكن يعني إلا إذا صارت معنا معجزة. بدكن معجزة؟ طيب شوفوا. شفتوا؟ شو اتفقنا؟ وشو قال لك اخوك بهداك اليوم؟ قال لي اذا طلعت هلا رح اخذك مشان تشوف الغساله. انا بحب الشغلات يلي بتدور. عن جد انك محظوظ، عندك اخ مانو عادي. صحي وينه؟ توفى. انا ما كنت بعرف، زعلتني علي. وانا جاهزين؟ دمير يلي صار مبارح راح، انت معنا هلا، ماشي؟ ماشي استاذ. ممتاز. طيب يلا خلينا نوقف القلب. مشرط، كمادة، كماشة، نازلي شدي معي بقوة، أكتر شوي، أكتر 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 أكتر. تمام، لازم نضل ضاغطين بهاي الطريقة. تمام. مشي الحال استاذ، القلب وقف. رح نبلش بالقيصرية. مشرط، كمادة، نازلي نشفي الدم، كماشة، نازلي بنفس الطريقة، نازلي
رح نسحب الولد هلا. كملي كملي. الورم متوضع ورا الكيس السلوي، المكان حساس كتير. خلينا عم نكمل، لازم ونحن عم نعمل العملية نضل مركزين حتى ما نأذي الجنين. رح طالع الكيس السلوي من بطن الأم حتى وصل للورم. هاي الحركة خطيرة، إذا انفجر الكيس رح نفقد الأم والطفل. لازم ندير بالنا. مشرط، نظارة، بدي مقص. شيلي النظارة. شو وضع المضخة؟ دكتور وفا، انت معنا؟ ايه انا اسف. ايه استاذ، ضغط الدم 16/5 وضغط الاكسجين مستقر 201. ممتاز ممتاز، خلصنا استئصال الورم، رح نرجع الجنين لمحل ما كان. ممتاز. لازم ندير بالنا منيح لما نخيط الجرح، ما لازم نشده كتير. ماشي يا شباب، اشتغلتوا شغل حلو، بهنيكم. سلم ايديك. يا الله ساعدنا، ساعد بنتي يا خلص رب. خلاص اهدي بقى. ما في اخبار؟ شو صار بالعمليه؟ لو سمحت اصبر، رح نخبرك اول ما بيخلصوا. بنتي سيد ماهر، شو صار؟ كيف صارت بنتي؟ دكتور كل شيء كان منيح الحمد لله. شكرا كثير دكتور. لا تشكرني،
لازم تشكرون إلهم. شكرا لك دكتور، تعبناك معنا، الله يعطيك العافية. لا العفو العفو. لا تواخذنا حضرة الدكتور، نحن منعتذر. شكرا كثير لك. بتشكرك كثير حضرة الدكتور. انتو لسه في عندكم كثير شغل، الست برجو ما رح تتحرك من الفرشة بالأربع شهور الجايين. رح اهتم فيها ورح اعمل المطلوب. الفكرة اللي خلت العملية ممكنة هي فكرة الدكتور علي. الايد اللي بتنمدلنا ما منتركها بالهوى يا دكتور، حتى لو صاحبها شخص قليل الذوق وما بيفهم. لا تواخذني كنت معصب شوي، بس تعرف قلب الاب، تصرفت بغباء، يا ريت تسامحني. شكرا. مبروك، حيصير عندك حفيد ذكر بصحة جيدة. إلي الذكر؟ سمعتوه؟ أنا رح يصير عندي ولد. لك إيه؟ سيد علي، الحمد لله، كنا تاركينا مفاجأة. الحمد لله الحمد لله. ماهر، بورجو حبيبتي، بابا فائت، بنتي. الحمد لله يا ربي الحمد لله. مراد، أنا جنبك. أنا خايفة اطلع لتحت. لا اطلعي. ابني، أنا حبيت قلك رح يصير عنا ولد. عم تحكي عن جد؟ عن جد؟ ما عم صدق. الحمد لله حبيبي. الحمد لله. أنا بتشكركم كتير. لا العفو. بتشكرك انت وسيد علي كتير. رح وصل له شكرك هاد. بطلب من الله انه يرزقك ولدي سر قلبك. يا رب. لا تتعبي حالك، معافاي. مثل ما قلت لكم انتو ما لازم تتعبوه لو شو ما صار. مفهوم دكتور. لا تاكل هم. معافاي ان شاء الله. شكرا. شكرا دكتور. الله يوفقكم ويحميكم. بعتي الملف لعند الطبيبة النسائية لتحتاط وقت الولادة، ماشي؟ تمام استاذ. بالمناسبة الحمد لله بنتي الحلوة مجبورة تضلي هون. الله استجاب دعائك. الحمد لله انتي بالسلامة. اي والله خوفتينا. اختبارك انتهى.
بنتي حبيبتي. أنا ما رح خليك تروحي لأي مكان. رح أحبه كتير كتير وقت يجي. هذا حفيدي الوطن. أكيد رح يكون حلو كتير. إن شاء الله يا رب. رح اشتهي له كتير شغلات. يسلم لقلبي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.